الضرب بس. اول ما الضرب حصل احنا سيبنا المحل وشفنا الضرب والعربيات الشرطه اللي موجوده والعساكر نزلوا بيأمنوا المكان. احنا كنا في المحل جوه سمعنا صوت الكبار جاي من طبعا ده انا بره لقينا الدنيا مغيمه خالص مش شايفين حاجه قدامنا. عربيات شرطه وصل قالوا في قنبله وبتاع فالناس اتلمت هي تقريبا كانت في اليافطه اللي هناك اللي هي الناحيه الثانيه. شفنا واحد مصاب والعربيه بتاعته شالته ومشيت. لا واحد اهي